أهني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير وإلى الشعب القطري عامة والمقيمين. شعار اليوم الوطني لهذا العام يترجم الواقع الذي نعيش فيه، وهو وحدتنا مصدر قوتنا. جميع المواطنين والعالم كله ينتظر هذه المناسبة والاحتفال بهذا اليوم المميز، وخصوصا أنه يصادف مع نهائيات مباريات كأس العالم. نرحب بجميع زوار قطر في جميع أنحاء العالم، وتعتبر هذه فرصة لهم للتعرف على عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية. أهلا بالجميع في دوحة الجميع.